في اليمن تمكن الجيش الوطني بإسناد من طيران التحالف من تحقيق تقدم واسع في جبهات بيحان وعسيلان شمال شرق محافظة شبوة، وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة أكثر من 40 من عناصر الميليشيات الحوثية وتدمير 3 أطقم قتالية ومدرعة تابعة لها. وفي مأرب شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع حوثية في مفرق هيلان أسفرت عن تدمير عدد من العربات القتالية ومقتل وإصابة عناصر حوثية.